أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن مبادرة استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي تأتي كدعم لجهود الدولة الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية. وخلال متابعته موقف تقدم أعمال خطة انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي، أشار الملا إلى أن استراتيجية الوزارة للتطوير والتحديث تكاملت مع قرار الدولة الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية. مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود مشروع قومي ينقل مصر إلى التقدمية والازدهار البيئي والاقتصادي والتنموي. إن عملية التحويل سهلة جداً وتحظى بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث لن يتكلف صاحب السيارة سوى مبلغ يتراوح بين 5000 جنيه إلى 6000 جنيه للسيارة الكاربراتير، ومبلغ 7500 جنيه إلى 8500 جنيه لسيارات الحقن الإلكترونية، وذلك رغم أن التكلفة الفعلية أكثر من ذلك بكثير، وهو ما دعا وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تحمل هذا الفارق في التكلفة دعماً لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود. فقد عملت الوزارة على تقديم تسهيلات في السداد بنظام الأقساط الشهرية الميسرة تشجيعاً لنجاح هذا المشروع الكبير، وإجراء التعاقد من خلال تقديم صورتين للبطاقة الشخصية ورخصة السيارة، إضافة إلى إيصال حديث لأحد المرافق غاز أو مياه أو كهرباء شريطة أن يكون باسم مالك السيارة. صاحب المركبة وهو العنصر المستهدف الرئيسي في هذه المبادرة سوف تحقق له استفادة كبرى من خلال تحويل سيارته إلى الغاز الطبيعي، فهذا التحويل سيحقق له وفر مالي كبير من خلال فرق السعر بين الغاز الطبيعي والبنزين، كما أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي يقل عن سعر الوقود السائل بنحو 50%، بالإضافة إلى إطالة فترة تغيير الزيوت في السيارة بعد تحويلها للغاز الطبيعي، إضافة إلى العديد من المميزات الأخرى. عملية التحويل التي تتم في وقت وجيز جداً، وهي من 2 إلى 4 ساعات حسب نوع وحجم السيارة. وبرغم سرعة الأداء والتنفيذ، إلا أن إجراءات التحويل تتسم بالأمان والدقة المتناهية حفاظاً على المركبات وقائديها. هذه الإجراءات تبدأ بمرحلة الفحص الفني للسيارة للتأكد من كفاءة المحرك بنسبة لا تقل عن 70%، وذلك لضمان أداء أفضل للمركبة. ثم بعد ذلك يتم تحديد طقم التحويل المناسب لنوع وحجم السيارة، والذي يتم على أساسه تحديد سعة وحجم الاسطوانة المصنوعة من الصلب المخصص لتحمل ضغط غاز يفوق ضغط التشغيل للسيارة بمقدار 1.5 مرة، بالإضافة إلى التأكد من جميع الوصلات والاسطوانات بهدف الوصول إلى أعلى معدلات الأمان في عمليات التشغيل أو الصيانة. نأتي لمرحلة شحن السيارة بالغاز الطبيعي المضغوط، ويتم اختبار السيارة والتأكد من عدم وجود تسريب للغاز. وزيادة في عوامل الأمان، فقد تم وضع نظام غلق أوتوماتيكي لاسطوانات الغاز منعاً للتسريب. هذا وتخضع الاسطوانة وإجراءات التحويل طبقاً للمواصفات القياسية والمهنية والمتوافقة مع المعايير الدولية. يحصل العميل على شهادة ضمان وشهادة المنشأ وكتيب للصيانة الدورية. وينبغي أن نعلم أن دورة الوقود الأساسية للسيارة لن تتأثر أو يتم إلغاؤها بسبب عملية التحويل، وذلك لأنه هناك أجزاء خاصة بالغاز الطبيعي سيتم إضافتها، وهو ما يجعل السيارة تعمل بنظام الوقود الثنائي غاز وبنزين، بالإضافة إلى منح قائد السيارة حرية الاختيار الفوري بين نظام الوقود الثنائي من خلال مفتاح مثبت في تابلو السيارة. وليكن لغدنا القريب شعار وقود نظيف وبيئة آمنة.